ليس وحيدا وليس شعبا زائدا ولا هو مكسر عصا في هذه المنطقة. لذا يهمني أيضا ومن دلالة الزمان والتوقيت للزائر الأمريكي الثقيل للعاصمة بيروت لنقول له أننا لسنا هنود حمر، نحن شعب الآن يعد أكثر من 13 مليون، نصفه في الوطن يقاوم ونصفه الثاني من اللاجئين خارج أراضي فلسطين، ويصر على الحق في العودة لفلسطين، وغير ذلك فهو حلم إبليس بالجن. الإدارة الأمريكية أيها الإخوة تستفز ضمير الأحرار وضمير الأمة عندما تضع شعب فلسطين في مرجل يغلي قابل للانفجار الشامل بأي لحظة، انفجار ضد الاحتلال. فلسطين نعم ليست وحيدة بل لديها الأحرار والغيارى كأمثالكم، ولديها الجيل الفلسطيني الجديد، جيل البطولة والمقاومة، جيل صنع في فلسطين، هو جيل عمر أبو ليلى وبطل سلفيد ورفاقه الشباب الذين على الدرب، ربما حتى الدرب القادم، على أن تتحول كل هذه المشاريع وعلى رأسها صفقة القرن إلى حرث في البحر. في عناوين اللقاء، وأيضا لا أريد الإطالة، موضوع التطبيع. التطبيع باختصار هو الذي يستهدف بناء علاقات طبيعية بين الصهيونية والشعوب المنطقة، وليس فقط مجرد علاقة تحالف ما بين المشايخ والأمراء والأنظمة على المستوى الرسمي والإمبريالية والصهيونية، هذا كقائم، لكن الاختراق هو للمجتمع العربي والفلسطيني والإسلامي وكل. أولا الاعتراف بالحقائق التي فرضها الاحتلال، هذا هو الهدف الأول للتطبيع. هذه الحقائق التي يقوم بها الاحتلال على الأرض المهمة الأكبر بالنسبة للمطبعين ولقادة العدو الصهيوني الذين باتوا يفتخروا بأن لدينا عمق عربي. سمعنا هذا الكلام من نتنياهو أن لدينا عمق عربي، إسرائيل أصبح لديها عمق عربي، عمق عربي يعترف بوقائع الاحتلال التي يقوم بها على الأرض. والمسألة الثانية، هذا التطبيع بكل ما فيه والاسم الحركي لثقافة الاستسلام والهزيمة، بل أن المرجعية الفكرية لكل ما يجري هي هذه الثقافة، أن لا جدوى من المقاومة، هذا باختصار. لذلك متلازمة الفشل هي التي تدفع بهذا الاتجاه لتعميم يعني مثل هذه السياسة. نحن نرى تالي هناك تجربة عمرها سنوات مع أنظمة عقدت اتفاقات وقامت بالتطبيع، وهذا للذي يريد أن يجرب. هذه الأنظمة لا يمكن للتطبيع بأن يخترق قلب هذه المجتمعات ويصل إلى المستويات التي يريدها، سواء كانت ثقافية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو قيمية. نحن نعتبر أن تصاعد المقاومة وارتقاء دورها بالمقابل هو القادر على إقامة استدارة واضحة لكل القوى الاجتماعية ولكل عناصر المناعة الوطنية لمنع مثل هذا الاختراق. المقاومة هي الأساس في التوجه لمثل هذه السياسة. والمسألة الثانية أن مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري يجب أن تأخذ بعدا شعبيا. يمكن مناصرة الشعب الفلسطيني ممتاز لشعوب العالم، لكن شعوب الأمة هي جزء عضوي من المقاومة مع هذا الشعب الفلسطيني، ويمكن أن تقاوم بالمقاومة المدنية، وهي المقاطعة ومواجهة هذا الغزو التطبيعي الصهيوني لمنطقتها. المسألة الثالثة في هذا المضمار، نحن بهذه النقطة تحديدا التصدي للتطبيع، نحن لا ندافع عن ذاتنا، من يقوم به هو أولا لكي يصون تاريخه وحاضره ومستقبله بل ووجوده، لأن هذا هو الشيء المهدد بالذات أكثر ما هي فقط مسألة فلسطين. لكن بالنتيجة نحن لا يمكن أن نرى أن، وهذه بعتقد أنه النهاية بدي أحكيها كنقطة أخيرة، لأن كل هذه الفاعلية أرادت أن تقول أن القضية الفلسطينية لأنها قضية عادلة وشريفة وقضية حق لا يمكن أن يكون أي كان مع التطبيع وبنفس الوقت مع فلسطين. لا يمكن أن تكون الجبهة واحدة بين إسرائيل وفلسطين وفي وقت واحد. من هو مع فلسطين فلا يمكن أن يكون مع إسرائيل.